في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتحدث على منحة شيبنين، اللي هي منحة بريطانية لدراسة الماستر لسنة واحدة في العديد من الجامعات البريطانية في عدة اختصاصات. هذه المنحة هي منحة سنوية تشمل عدة دول، من دول المغرب العربي ومن دول المشرق العربي وأيضا دول إفريقية. هذه المنحة مهمة جدا في رأيي، لأن هذه المنحة تشمل تكاليف الدراسة اللي هي مرتفعة جدا في بريطانيا، تشمل أيضا كما راح نشوفه من بعد عدة تكاليف أخرى تعتبر تكاليف باهظة إذا كانت على حساب الطالب. أيضا هي مهمة أعتقد لأنه تفتح لك فرصة لدراسة الماستر في أرقى و أحسن جامعات في العالم، واللي هي جامعات البريطانية، وهذه فرصة أيضا لدراسة تخصصات ربما لا توجد في الجامعات الجزائرية، واللي تكاليفها تكون باهظة جدا ليس فقط في بريطانيا وإنما في كل الجامعات الأوروبية والجامعات الغربية بصفة عامة. إذا هذه المنحة كما كنت نقول لك بيل هي منحة لسنة واحدة لدراسة الماستر. الكثير ربما راح يسألوا مثلا إذا كان عندي ماستر هل أستطيع المشاركة في هذه المنحة؟ الجواب هو نعم، لأنه للمشاركة في هذه المنحة لازم يكون عندك ليسونس. ليسونس اللي هو undergraduate degree باش تقرأ post graduate degree اللي هو ماستر. إذا حتى وإذا كان عندك ماستر جزائرية طبعا، حتى وإذا كان عندك ماستر، متخرج ماستر حاصل على شهادة الماستر، تستطيع أنك تشارك في هذه المنحة أو تترشح لنيل هذه المنحة. أيضا كان كثير اللي يسألوا هل هذه المنحة نقدر ندخل بها للدكتوراه؟ لا، هذه المنحة فقط تخص الماستر. ربما بالماستر هذاك اللي تحصل عليه في بريطانيا لمدة سنة واحدة يمكنك طبعا من بعد تزيد تترشح لمنحة أخرى، مش منحة شيفنين لكن منحة أخرى. هناك عدة منح أخرى لدراسة الدكتوراه في الجامعات البريطانية بالماستر اللي تحصلت عليه من خلال دراسة في برنامج شيفنين. سؤال آخر اللي ربما يسأله الكثير هو ما هي الحظوظ؟ الحظوظ أظن أنها حظوظ جيدة جدا. لماذا؟ لأنه أولا هذه المنحة منحة بالبلد. مش معناها بالبلد، معناها كل بلد قادرين يدوا 10 20 30 40 مترشح. هذا شيء مهم، لأنه يعني أنه للجزائر عندها كوطة من مجموع المنح. مانيش متأكد طبعا من الأعداد في السنوات السابقة، ولكن نظن أنه الأعداد ما بين 30، ما بين 15 و30 مترشح يتم اختيارهم لدراسة الماستر في الجامعات البريطانية كل عام من الجزائر. إذن حظوظ جيدة جدا، خاصة أني أنا شخصيا نعرف على الأقل 2 نعرفهم شخصيا، يعني درسوا في ترشحوا لهذه المنحة، تم اختيارهم، درسوا العام تاعهم في بريطانيا ورجعوا للجزائر وراهم يخدموا بهذيك الماستر هذيك. إذا الأشخاص هذو اللي نعرفهم هم يعني طلبة صح متفوقين، ولكنهم يعني ما همش عباقرة ولا همش جينيوسز، سو سو با دي جيني، يعني ما همش عباقرة، they are not geniuses. هذا مهم جدا، لأنه يعني أي واحد منا، أي طالب
أي شخص متحصل على ليسانس يمكن أنه يحاول، وهذا هو الأهم هنا، المحاولة. إذن لماذا نأكد على هذه المحاولة؟ لأنه هذه المنحة سنوية، سنوية معناها تعاود كل عام. إذا تعاود كل عام معناها إذا ما سعفكش الحظ في هذه السنة يمكنك أنك تعاود ترشح العام القادم إن شاء الله من خلال تحسين ملفك، من خلال تحسين ملفك من خلال عدة أشياء راح نهضر عليها في هذا الفيديو، في فيديو قادم اللي راح نتحدث فيه على كيفية التسجيل، لأنه هذا الفيديو الأول راح نتحدث فيه فقط على الشروط، على المنحة بصفة عامة كما راني نهضر عليها، وعلى الشروط. وفي فيديو آخر إن شاء الله راح نروحه في إجراءات التسجيل وإجراءات الترشح، لأنه مراحل الترشح، لأنه مراحل الترشح في هذه المنحة هي عبر عدة مراحل، قادرة تكون من الآن إلى شهر جويلية. ولكن التسجيل كما راح نشوفه هنا، التسجيل الإلكتروني آخر أجل، درك رانا في 19 سبتمبر، آخر أجل راح يكون إن شاء الله يوم 5 نوفمبر. كنت نتحدث طبعا على المحاولة كل عام. لماذا المحاولة كل عام؟ لأنه بكسب تجربة أولى في كيفية الترشح ومراحل الترشح، إذا ما سعفكش الحظ هذا العام راح تكون عندك تجربة لتحسين ترشح تاعك وتعزيز حظوظك في السنوات المقبلة إن شاء الله. لماذا؟ لأنه نعاود نأكد على أهمية هذه المنحة، على أنها فرصة ذهبية، وثانيا نعاود نأكد على أهميتها من ناحية أنها تضمن لك عدة أشياء مش راح تلقاها في أي منحة أخرى. هذه الأشياء ولا ماذا تشمل هذه المنحة؟ تشمل تكاليف الدراسة، وهذه تقريب أهم شيء. تكاليف الدراسة في بريطانيا مرتفعة جدا، وخاصة في الجامعات المرموقة مثل جامعة كامبريدج، ولا مثل جامعة أوكسفورد، ولا مثل جامعة ليدز. كل هذه الجامعات يعني بالنسبة للطلبة الأجانب يوصل العام الواحد إلى 10,000 باوند، 10,000 باوند بدراهمنا يعني قادرة توصل حتى ل 250 مليون العام الواحد، مش عامين ولا. إذا تشوفوا باللي يعني تكاليف باهظة جدا. إذا كانت هذه المنحة تضمن لك تكاليف الدراسة اللي هي 10,000 باوند، هل هذه المنحة تستاهل أنه تعاود لها مرة واثنين وثلاثة ولا ما تستاهلش؟ السؤال لكم. أيضا فوق تكاليف الدراسة اللي هي 10,000 باوند، راح تمنحك هذه المنحة، تعطيك هذه المنحة مرتب شهري. وهنا أيضا هذه فرصة كبيرة، وهذه كما يقولوا it's a great advantage، بمعنى أنها امتياز مهم جدا. أيضا مهم جدا هو أن هذه المنحة تعطيك ولا تشمل تكاليف السفر عنها الطائرة من وإلى المملكة المتحدة، travel costs to and from the UK. أيضا عندك منحة وصول، يعني غير تلحق يعطوك تاني، ولا يعطوك مبلغ من المال
عند الوصول، ومبلغ من المال اللي يعوض الخروج من بلدك، يعني homeward departure allowance اللي هي منحة الخروج من البلد. أيضا تشمل تكاليف الفيزا، وأيضا تشمل، وهذه ثاني مهمة جدا في اعتقادي، تشمل أيضا تكاليف السفر داخل المملكة المتحدة للمشاركة في كل التظاهرات المتعلقة ببرنامج شيفنينغ. يعني في العام هذاك اللي تدرس فيه التم راح يكون عدة تظاهرات خاصين ببرنامج هذا تاع شيفنينغ. المنحة تشمل تذاكر سفر للمشاركة في هذه التظاهرات اللي تكون عادة في عدة مدن في المملكة المتحدة. إذن كما راكم تشوفوا، كل ما تشمله هذه المنحة اللي هنا تاخذ أيضا معنى تاع أكثر من منحة تولي جائزة، وهذا هنا راهم كاتبينها هنا. It's not only a scholarship، هنا it's an award، بمعنى أنها بالمستوى تاع جائزة، خاصة أنه كما رانا نشوفه هنا كل هذه التكاليف مشمولة. كاين منح، نعرف عدة منح أخرى، ما هيش منح شاملة إلى هذه الدرجة، يعني ممكن يخلصوا لك نصف عام ويعطوك يعني تذكرة سفر واحدة، وقادر يعني ما يعطوكش هذه منحة الوصول ولا منحة الذهاب، ولا ما يعطوكش، يعني قادر تاني ما يعطوكش مصروف شهري، يعني راتب شهري. لكن هذه المنحة ما شاء الله يعني شاملة وكاملة، وفي ظني أنها ترتقي إلى مستوى تاع جائزة، بمعنى أنه هذه أكد مرة ثانية على أهميتها. أهميتها أيضا تكمن في أنها مفتوحة على عدة تخصصات، عدة تخصصات نلقاوها هنا في الجزائر، وعدة تخصصات نلقاوها فقط في جامعات بريطانية. هذه أهمية أخرى، وأظن أنها ميزة يعني مهمة جدا. لذلك نحب تاني في وسط هذا الفيديو نشجع كل من راه يشوف في هذا الفيديو على الترشح إلى هذه المنحة. ما يقولش لا أنا مش راح يقبلوني، ولا بالك يقول لك نتائج ضعيفة، ولا لا، ترشح، حاول، جرب، ما خسرت ولا شيء. كل ما راح تخسره ربما هو بعض الوقت، ولكن بعض الوقت هذا ربما راح يعطيك الكثير من الوقت في بريطانيا لدراسة تخصص اللي ربما راك تحلم به وما قدرتش تدرسه هنا في الجزائر. وهذه أيضا فرصة كبيرة لفتح أبواب المستقبل في الدراسة في بريطانيا، أو في العمل في الجزائر، أو في الخارج. إذن نشجع أي واحد راح يتفرج في هذا الفيديو على انتهاز هذه الفرصة اللي اعتقد انها فرصة ذهبية. الان نروح للشطر الثاني من هذا الفيديو اللي راح نتحدث فيه على الشروط. التحدث عن الشروط امر مهم، نتحدث فيه على الشروط. وفي الفيديو القادم ان شاء الله كما كنت نقول راح نتحدث ايضا على كيفية التسجيل ومختلف المراحل. ربما أيضا في هذا الفيديو الأول بعد ما نقوم بالنشر
يمكنكم أنكم تسألوا أسئلة ربما نقدر نجاوب عليها في الفيديو الثاني إن شاء الله. نروح للشروط. كي نحكيو على الشروط، كاين شروط يعني عامة راح نتحدثوا عليها. هنا أول شرط مهم هو أنه تكون عندك ليسونس، كما قادر واحد يسأل يقول لك أنا عندي ليسونس، عندي ماستر، هل أنا معني بهذه المنحة؟ الجواب هو نعم، ولكن ما ترشحش بالماستر تاعك، تترشح بالليسونس. يعني أي واحد عنده ليسونس يقدر يترشح، أي واحد عنده ليسونس في أي تخصص يقدر يترشح لهذه المنحة، لنيل هذه المنحة. إذن لازم يكون عندك ليسونس كما تقرأه هنا. Have completed all components of an undergraduate degree. Okay, that will enable you to gain entry to a postgraduate program at a UK university. ما لازم يكون عندك ليسونس في أي اختصاص. قادر واحد يقول لك الاختصاص في الإنجليزية، في المات، في لا أي اختصاص، وراح هذه نحكوا عليها في الفيديو القادم إن شاء الله. يجب أنه أيضا يكون عندك 2 عامين خبرة في وظيفة. 2 عامين خبرة هذه لازم نفصلوها شوية، لأنه كان روحوا هنا الورك اكسبيرينس، 2 عامين خبرة، 2 سنتين خبرة. قادرة هذه 2 سنتين خبرة تكون في وظيفة فول تايم، يعني فول تايم امبلويمنت، تخدم صباح العشية. قادرة تكون في بارت تايم امبلويمنت، يعني تخدم نص نهار، ولا نعرف أنا بعض الطلبة في الماستر في نفس الوقت يدرسوا إنجليزية في مدارس خاصة. إذا هذه المدرسة الخاصة أعطاهم شهادة عمل من إلى لمدة 2 عامين، قادرة يعني تحطها في ملف ترشح. كاين نعرف البعض، خاطر هنا هما ماهمش محددين نوع، ماهمش محددين نوع الوظيفة، ماهمش قايلين باللي الوظيفة يجب أن تكون مرتبطة بالاختصاص، ما كتبوش هذه. هنا واش كتبوا؟ كتبوا ولا واش ذكروا؟ ذكروا you must ensure that you meet the minimum work experience requirement for the scholarship before submitting your Chevening application. Chevening scholarships require that applicants have at least 2 years of work experience. Okay؟ ما قالكش relevant to، ما قالكش relevant to the field of study ولا to the graduate program ولا to the master. في هذه ما ذكروهاش هنا. إذا هذا ما يعني أنه قادر تكون أي وظيفة، المهم أنك تقدر تثبت 2 عامين من العمل. قادر أيضا يكون voluntary work. وش هو voluntary work؟ قادر تكون عضو في جمعية. إذا راك في عضو في جمعية، الجمعية هذه قادرة تعطيك شهادة أنك عضو في هذه الجمعية وتقوم بأعمال خيرية ولا أعمال نشاط يعني تطوعي، هذا هو voluntary.
نشاط تطوعي داخل هذه الجمعية مثلا، قادر بها تثبت أنك عندك عامين خبرة. والأخرى هي باد أور أم باد انترشيبس. الانترشيبس هو الستاج هذاك براتيك كما نقولوا احنا، قادر تكون درت ستاج في حاسم سعود في شركة أجنبية، يعني خلصت عليه ولا ما خلصتش عليه. إذا هذاك الستاج هذاك الانترشيب هذيك مدتها عامين مجمولة أو مفرقة، لأنه قادر دير دي ستاج، معناها قادر دير تربصات، عدة تربصات خلال عدة سنوات، مش بالضرورة عامين مع بعضهم. أوكي، هذه مهمة جدا، مش بالضرورة عامين مع بعضهم، وهذه في فول تايم ولا بارت تايم ولا فولنتري ولا انترشيب. الحساب يكون، هما كفاية يحسبوا الحساب، يكون عبر جمع كل هذه الفترات اللي خدمت فيها. قادر تكون خدمت شهرين ومن بعد شهر ومن بعد شهرين، المهم تعطي لهم كل الوثائق اللي تثبت أنك مجموله كل هذه الأنشطة تاعك ولا فترات العمل تلم عامين. إذا قادر واحد كي يقرأ two works experience two years sorry two years experience يقول لك أنا ما عنديش عامين خبرة، هذا وين تخرجت؟ لا، ربما عندك، ربما راك خدمت voluntary work، عمل تطوعي، ربما خدمت part time، ربما شاركت في تربص. إذا مش بالضرورة work experience معناتها وظيفة، يعني في بيرو راك من إلى خدمت يعني من 2016 ل 2017. لا، وهذه مذكورة هنا، نعاود نقراوها مع بعض. You do not need to meet the work experience requirement in one period of employment. Applicants can submit up to 10 different employment periods in order to meet the requirement. معناها انك تقدر تجمل 10 فترات من الخبرة تاعك، كل هذيك هما يلموها لك ويقول لك خلاص عندك عامين خبرة. اوكي، إذا هذه نظن ربما واحد كي يقرأ هذيك عامين خبرة يقول لك أنا مانيش معني. لا، قادر تكون معني، ونظن أنه الكثير من مترشحين ربما وكثير من الجزائريين كي يشوف 2 years experience يعاود يرجع. إذا هذه نظن أنها نقطة مهمة وتشجع على أنه نشاركوا في هذا نشاركوا في هذا المنحة. الشرط الثاني هو الشرط الثاني المهم هو apply to three different eligible UK university courses and have received an unconditional offer from one of these choices by 16 July 2020. دونك انت هذه مهمة انه نشرحها. نقولوا احنا قلنا قبيل انه فترة التسجيلات مفتوحة من الآن إلى 5 نوفمبر. من الآن إلى 5 نوفمبر كما راح نشوفه إن شاء الله في الفيديو القادم، راح تقوم بتسجيلات، تخير 3 جامعات، ولكن الجامعات هادو مش راح يعطوك الرد على الاختيار تاعك، مش راح يعطوك الرد طبعا في هذه الفترة. هذه عندك من الآن مثلا إلى 16 جويلية 2020 لتتلقى رد
أو ما يسموه هو بعرض على طلب الدراسة في على الأقل 3 جامعات بريطانية. وهذه اللي راح نتحدث عليها في الفيديو القادم، كيف نقوم بطلب دراسة في الجامعة البريطانية لتلقي رد بالقبول. معناها يجب أن يكون عندك على الأقل 3 قبولات كما يقولوا من جامعات بريطانية، وآخر أجل هو 16 جويلية 2020. كان اللي يعتقد أنه القبول من طرف الجامعات البريطانية لازم يكون آخر أجل هو 5 نوفمبر، لا، 5 نوفمبر هو آخر أجل لترشح ولا للتسجيل في هذه المنحة. من 5 نوفمبر إلى 16 جويلية 2020، واللي هي أيضا الفترة اللي راح يكون فيها عدة مراحل تاع الترشح. في هذه الفترة لازم يكون عندك رد من على الأقل 3 جامعات بريطانية بالقبول لدراسة الماستر فيها. وهذا كما قلت هو اللي راح نتحدث عليه في الفيديو المقبل إن شاء الله، كيفية طلب الدراسة في جامعة بريطانية. يعني أنت تخير الجامعة، أنت تخير الاختصاص، أنت تقوم بمراسلة هذه الجامعة لطلب دراسة الماستر. يطلبوا هما منك بعض الوثائق، تبعت لهم هذوك الوثائق، يطلبوا منك على حسب الشروط بعض، ربما بعض الكتابات هذه قادر تكون في شكل إيسي، بمعنى في شكل مقال، ولا قادر تكون في شكل طلب خطي، ولا cover letter، ولا يعني هذه متعلقة بكل جامعة. وراح ندو مثال تاع 3 جامعات في الفيديو القادم إن شاء الله. بعد ما تتواصل مع هذه الجامعة ويعطوك رد بالقبول، لا يعطوك عرض offer، راح يكونوا 3 جامعات. بعد ما يعطوك عرض، نقولوا احنا في المراحل، لأن يعني هناك عدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة 5 نوفمبر، بعد مازال كاين مرحلة أخرى، بعد كاين مرحلة أخرى تاع ترتيب الملفات، ومن بعد كاين مرحلة المقابلة اللي راح تكون إن شاء الله ربما في أفريل ماي، ومن بعد كاين المرحلة الأخيرة اللي هي في 16 جويلية، اللي هي آخر مرحلة هذيك، اللي هي يطلبوا منك هل تلقيت عرض من طرف على الأقل 3 جامعات بريطانية، باش هنا تكون في مرحلة متقدمة يعني من الترشح ونيل هذه الجائزة ولا هذه المنحة. آخر شيء هو أنه يكون عندك اختبار مستوى اللغة الإنجليزية، لأن الدراسة طبعا باللغة الإنجليزية. So meet the Chevenin English language requirement by 16 July 2020. هذه تاني مهمة. لماذا؟ لأنه كثير من المنح يطلبوا منك إثبات مستوى اللغة الإنجليزية عند الترشح، بمعنى في 5 نوفمبر يحبوك يكون عندك إثبات، يعني تحطها مع الملف الترشح الأولي هذاك تاع 5 نوفمبر،
كاين منح يطلبوا منك من الاول تحط اثبات اللغه، اثبات مستوى اللغه الانجليزيه. هذه المنحه ما تطلبش منك هذا الشرط من الاول، عندك حتى حتى 16 جويليه 2020 باش تقدر تقدم اثبات، وثيقه اثبات مستوى في اللغه الانجليزيه، اللي هي حاجه مليحه هنا. لماذا؟ لانه اولا اذا تقدمت في المراحل نتاع الترشح، نقولوا انا لحقت حتى المرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه، قادر تم تروح تعقب التست هذاك، قادر يعني ربما في ماي ولا في جوان كي تشوف باللي بقات لك 90% ولا تم قبولك اصلا اوليا لتحصل على هذه المنحه. اخر حاجه تقدر تقدمها لهم هي اثبات المستوى، معناها كاين اللي يدير. اما في المنح الاخرى كي يطلبوه لك من الاول، ربما انت تحط هذه الوثيقه من الاول ومن بعد تلقى بلي حظوظك ماهيش كبيره. هذه بالعكس. ايضا حاجه مهمه هنا هو انه من الان حتى 20 جويلية عندك كل وقت لتحضير امتحان ولا اختبار اللغة، عندك كل الوقت. يبقى الشيء هنا هو انه اختبار اللغة هذا English language. So in order to receive a Chevenin scholarship, all applicants must demonstrate that they have fulfilled Chevening's English language requirements by 16 July 2020. We advise all applicants to ensure they have fulfilled the English language requirement as early as possible by either. طبعا راح تدي language test. وش هو language test هذا المقبولين؟ في الجزائر الآن المشهور كله هو الايلتس، ما تعقبش general ايلتس، لازم تعقب اكاديميك ايلتس. اوكي، الايلتس الاكاديمي. هذو الاخرين يعني توفل تاني كاين في الجزائر تقدر تفوت، هذو ما سمعتش باللي كاينين الاخرين، بيرسون و سي 1 ادفانس تاع كامبريدج وترينيتي اي اس اي، هذو ما سمعتش باللي كاين في الجزائر، ولكن المشهورين هما اكاديميك ايلتس و توفل اي بي تي. للايلتس دير في جوجل بوك ايل اكاديميك ايلتس الجيريا، راح يعطيك تواريخ تاع اجتياز هذا الاختبار. اذا كان عندك ايلتس، اذا كان عندك ايلتس من قبل، لازم يكون من الاول تاع اكتوبر 2018. اذا كان ديتو قبل مش راح يتحسب لك، لانه الايلتس بصفه عامه في عامين، يعني مده الصلاحيه تاعو عامين. تقدروا هنا تاني ديروا فايند تيست سنتر بالنسبه للاكاديميك ايلتس، وراح تلقاو الجيريا، تديروا الجيريا برك. المينيموم سكور، مينيموم سكور اللي هو اوفرول سكور، المينيموم هو 6.5 6.5 في كل سكيل، لازم يكون عندك المينيموم تاع 5.5. معناها حتى واذا كان عندك نقولوا 9 هنا و 9 هنا و 9 هنا و 5 هنا، مش 5.5 5، مش راح يتقبل. اوكي، دونك المينيموم في كل وحده من هذو لازم يكون 5.5. وطبعا الاوفرول معناها هذو كل وحده فيهم على الاقل لازم تكون 8 ولا 9 باش تطلع لك 6.5. اوكي، هذا بالنسبه للايلتس. والريكوايرمنتس مرات، هذا المينيموم، مرات الريكوايرمنتس عندهم علاقه بالجامعه. كاين جامعات مالغري كيما رانا نشوفوا هنا الايلتس بالنسبه لشابنينغ اكاديميك ايلتس يدمونديو على الاقل 6.5،
ولكن بعض الجامعات قادر يطلبوا 7، يعني الاوفر اول سكور يطلبوا 7، وفي الرايتنج قادر يطلبوا حتى 7. اذا ولكن هذا الحد الادنى للدخول في صفة عامة للدخول في ماستر في الجامعات البريطانية. بعض الجامعات يطلبوا 7، هذا يعني متعلق بالجامعات وأيضا متعلق بالاختصاص. آخر شيء راح نتحدث عليه ربما اليوم هو references. طبعا لازم لك رسائل توصية من بصفة عامة أساتذة درسك. نقدر نهضر على هذه بال in details بالتفاصيل في الفيديو القادم. Who can be a referee، هذه كل نقدر نهضر عليها في الفيديو القادم إن شاء الله. على كل حال reference letter لازم تحطها قبل 25 فيفري 2020، هذا في حالة ما تم قبولك في المرحلة الثانية. كنت تشوفوا هنا باللي if your application is progressed to the next stage of the process you'll be required to upload two reference letters. اثنين رسالتين two reference letters to the online application system. معناها reference letter ما تحطهاش في الابليكيشن الاولى، التسجيل الاولي هذاك اللي هو تاع 5 نوفمبر. اذا في الفيديو القادم ان شاء الله راح نتحدثوا على الابليكيشن، كيف نديروا الابليكيشن ان شاء الله، كل المتطلبات المستلزمات اللي والشروط متعلقه بالابليكيشن. اذا كان عندكم اي اسئله نتمنى تخلوهم في الكومنتس في التعليقات. ومرة أخرى نحب نقول لأي واحد راه يشاهد في هذا الفيديو أنه يتشجع ويترشح لهذا المنحة، ولكن ما سميتها لهذه الجائزة لأنها نظن أنها فرصة ذهبية وربما حتى فرصة عمر.